ووصلنا إلى مدينة مكسيكو سيتي، عاصمة دولة المكسيك. راح نتمشى في شوارع وأزقة مكسيكو سيتي، وراح نشوف الشعب كيف عايش. مكسيكو سيتي تختلف كثير عن باقي مدن المكسيك، ومن حسن حظنا أنه عيد الموتى كان قريب، فالمدينة كلها كانت تتجهز لهذا الحدث الكبير. أهلا بكم في نيو مكسيكو، عاصمة دولة المكسيك. ناخذ لفة على رجولنا كذا في وسط مدينة مكسيكو سيتي ونشوف، ناخذ فكرة عن ذا المكان. مكسيكو سيتي مدينة مزدحمة جدا، التعداد السكاني اللي موجود في هذه المدينة 9 ملايين نسمة، التعداد السكاني في المكسيك كلها 125. صار لنا كم يوم هنا في مكسيكو سيتي. الأكل المكسيكي جودة أقل من الأكل المكسيكي اللي موجود عندنا مثلا في الدول الخليج أي الدول الثانية، هناك ألذ. تخيلوا أن هذه وزارة التعليم عندهم هنا، المبنى جميل جداً يا أخي، تدخله تفتح النفس، من أجمل الوزارات اللي موجودة في المكسيك. I can't believe that this is the Ministry of Education. It's so beautiful. بنروح إلى أقدم محل حلويات في المكسيك. These are sugars, huh? Sugar, yeah. Okay, we want to try. Do they sell by pieces? Yeah. This is a chocolate or what? Yes. I want to try something that I cannot find in another place. I can find these, but I think this one I haven't seen before. Pan de muerto. Yeah, it's like bread of death. Bread of death. Yeah, because like these lines you see on it will be like the bones of the bread. خبز الموتى. Okay, we'll try, try one of that. Yeah. One of the tamarind. Yeah. Those panes de. Huh? It's like the ticket for return. Y una bola de tamarindo de chile. Amo. This is it. Sour and sweet, yeah. تعرف شاور. خلينا نجرب خبز الموتى. حامضة وحالية في نفس الوقت. Also, Santa Clara is like in every corner. Yesterday, in one street, we found 6 shops. هذا محل آيس كريم موجود بكثرة يا أخي، في كل زاوية تلقاه. واحد واثنين نوفمبر في عيد الموتى حقهم، وهذا عيد مشهور مرة في المكسيك. المدينة فيها إزعاج بشكل غير طبيعي. تبغى تدور مكان، الصوت يا أخي إزعاج إزعاج في كل مكان. هذا اسمه افينديا مدري ماديريو البلازا. الشارع هذا من اشهر الشوارع اللي موجوده في وسط مكسيكو سيتي. المكسيك كانت اول من قبل ما انها تصير مكسيك، كان في امبراطوريتين اساسيتين موجوده هنا في وسط المكسيك وشمال، كانوا الاستيك. بمناسبه احتفال الموتى اغلب المحلات مسوين الثيم حق الموتى. شوف محل امريكان ايجل وشلون مزينينه. معنى كلمة المكسيك معناها في بطن القمر، وكانوا أول يعتقدون أن مركز الكون هي مكسيكو سيتي اللي هي حنا فيها الحين. محل أمريكان إيجل مزينين بشكل جميل. خلنا ندخل ونشوف كيف. الله حتى من الداخل. والله جيد. الايس كريم هذا سالفته غريبه، في الشارع الواحد تلقى 3-4 فروع بالراحه، يعني هذا الشارع اللي احنا عليه احنا مشينا نصه بس، فيه 6 فروع لسانتا كلارا، 6 في الشارع نص، يمكن مشينا يمكن اقل من 250 متر، 6 فروع يمين ويسار ويمين ويسار، ايش دعوه؟ سانتا كلارا يا سعد ها؟ عندنا 1,000,000 فرع. اي قلت تو. يلا جرب حقك. وش اخذت رميسو؟
مره لذيذ والله. اي والله بعطيك شوي منه. سانتا كلارا الحين نوسع شرينا حبه حبه، شكله بيفتح الفرع السابع. كل زبون يفتح له فرع. شوفوا عشان اثبت لكم وجهه نظري، هذا محل غير اللي شريناه احنا تو منه. شوف المحل اللي شرينا منه هناك، هذا سانتا كلارا. خليك معي محل بيتزا، محل سانتا كلارا ثاني جنبه. تخيلوا سانتا كلارا هنا وسانتا كلارا هنا، وش ذا البذخ ذا. المشكلة المحل مو بزحمة، احنا يعني الشارع زحمة، المحل نفسه في زبون زبونين. خلال 50 متر الحين 3 محلات سانتا كلارا، وهذا واحد رابع مدري خامس. تراهم جنبهم على طول هناك المحلات اللي وريتكم إياها. هذا ترى مكتب البريد حقهم، والتصميم حقه مأخوذ من التصميم الأوروبي للبناء. What is what do you call this one? Churros. ها؟ Churros. Churros. شوف الأم وشون قاعدة تبيع وحاطة البزر حقها هنا. Why is it black? Because the corn is that color. هذا أسود لأن الذرة اللي يحطون فيه يكون ذرة سودة. It looks like a dragon. Yeah. غريب يا سعد صح؟ مرة غريب، especially هذا خصوصا ذا. هذا الكائن موجود بس في وسط المكسيك في هذه المنطقة، ففي هذه المحمية الصغيرة يربون هذا الكائن عشان يتكاثر مرة ثانية لأنه في خطر الانقراض. اسمه أجولوتي. هنا وراي يصلحون مشروب خاص فيهم هنا في المكسيك، مشروب تقليدي بس إنه فيه كمية كحول يشبه مشروب مشهور في السودان اسمه الشربوت. في السودان يصلحونه بالتمر، هنا يصلحونه بالمانجا وبعض الفواكه الأخرى. ما راح نجربه لأنه فيه كحول، بس نشوف كيف طريقة صنعه. في طريقة غريبة انهم يسوقون للمطاعم هنا. سعد بعدين نجي على هذا الشارع. شوف الطريقة كيف ها؟ هذا بس اقرب منهم شوي. ينادون يقولون في مطاعم فوق تدخلها، تكون في مطاعم فوق بس ما لها واجهة تحت على الشارع، فينادون من فوق يكون لهم مدخل من داخل محل الذهب وبعدين ترقى فوق. راح نستكشف القرية الصينية الحين. البرجر المكسيكي يجي زي كذا ويسمى تورتا. واحدة من الوظائف اللي شبه انقرضت اللي هي تلميع الحذيان، وهالوظيفة لسه موجودة هنا. And that is called pambazo. It's like a spicy sandwich. This one is pambazo. And this is taco. Yeah, that's taco. Taco. Uh-huh. And the one here. The other is gordita. Gordita is filled with it can be meat or also it can be beans. عندهم تحدي إنك إذا خلصت هذا في 20 دقيقة يعتبر مجانا. صغير يا أخي يمديني خلصه. Yeah, you can see like lion, buffalo. Lion, they are selling lion. Buffalo, crocodile, deer, yeah. Ostrich. But lion, I have never tried lion. I mean, I've never seen it. I tried once. Like you buy a. المول هذا جيد صراحة، موجود في السنتر، 4 أدوار وفي أشياء ممكن تشتري منه هدايا. مقابل مول رخيص اسمه ليفربول، هذا هو. بس صراحة ليفربول يوم دخلت كذا حسيت إنه مو ما يفتح النفس. الثاني حلو ذاك. هذا بايرت برجر، واحد من البرجرات المشهورة اللي موجودة هنا في مكسيكو سيتي. لما تمشي على أي شارع تلقى فرعين. هو الفندق حقنا بس يمكن فيه 7 أو 8 فروع لهذا المطعم، فويبا أن نجرب. إزعاج إزعاج، شيء غير طبيعي. ممتاز.
ممتاز والله. المكسيك غاليه ما توقعتها كذا. كانكون كانت اغلى من هنا بعد، وحتى مكسيكو سيتي غالي مو برخيص. انا يعني توقعت لما جيت من امريكا توقعت انه بيكون ارخص بكثير وبلاش، لا والله طلع غاليه. اغلب المباني طابعها اوروبي لانهم كانوا مستعمرين من اسبانيا. هذاك المبنى اللي بنروح له، هذاك المبنى. بنروح إلى أعلى برج في المكسيك، في مكسيكو سيتي. في عام 1950 كان أعلى برج في القسم الغربي للعالم. يومنا قرب ينتهي وقررنا احنا ناخذ وجبة في أعلى برج في مكسيكو سيتي. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك في القناة وتابع الفيديو الأول من المكسيك في مدينة كانكون. نشوفكم على خير إن شاء الله، ومع السلامة.